بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء والسادة السفراء والسيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي سروري أن أخاطبكم اليوم بمناسبة إطلاق المنتدى المصري للاستثمار البيئي والمناخي، والذي يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية التي جاءت نتاجاً لمحصلة الجهود الكبيرة والمستمرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة مثل التنوع البيولوجي، وباقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دوراً رائداً في تنمية الاقتصاد الأخضر. كما يسعدني أن هذا المنتدى هو أحد ثمار مؤتمر الأطراف 27 COP27، الذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتعتزم مصر الاستفادة من هذا المنتدى في متابعة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الإفريقية والدول النامية بشكل عام، والمشاركة بتجربتها وخبراتها في مؤتمر الأطراف 28 وما بعده. السيدات والسادة، انطلاقا مما سبق، شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، وذلك من خلال أولاً الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والذي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال ولا الحصر: واحد، وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030. 2، إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية. 3، إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية. 2، قيام الدولة بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات الوطنية التوعية المحدثة 2030، والتي قدرت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات ب 246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف. 3، تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، والتي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان، والتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، مشروعات النقل المستدام مثل التوسع في شبكات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي، إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وأخيراً وليس آخراً الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويل المخلفات إلى طاقة. السيدات والسادة، الحضور الكريم، يسعدني في ختام كلمتي أن أعلن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي بجمهورية مصر العربية، وستكون هذه المنصة بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، بالإضافة إلى توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية،
كما ستتيح هذه المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين وكافة الجهات لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات. مع أطيب تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.